الكتاب خير جليس. تسلمت لوجين هدية ثمينة من أمها بمناسبة عيد ميلادها السادس، تتمثل في موسوعة مصورة للأطفال. فرحت لوجين بكتابها الجديد، فقبلته وضمته إلى صدرها. ظل الكتاب رفيقها الدائم وأنيسها المفيد، تحمله معها أثناء جولاتها في المنتزهات والحدائق، وتقضي ساعات منعشة بين الخمائل الغناء تتأمل صفحاته الملونة ومعلوماته القيمة. وكلما أحست بالنعاس يداعب جفنيها، حضنت كتابها برفق وناغته بهدهدة عذبة وترانيم رقيقة، متأملة في نفس الوقت قطيطها الصغير الذي ظل يرمقهما بعينين دامعتين لأنه فقد مكانته الرفيعة التي كان يحتلها في قلب لوجين قبل مجيء الكتاب. مرت الأشهر والأعوام، ولوجين متعلقة بكتابها النفيس، محافظة عليه من التلف والضياع، مستنجدة في كل مرة بصوره الملونة ومعلوماته القيمة، مقتنعة بأجوبته المدققة. فتحسنت نتائجها المدرسية وأصبحت تزاحم صديقاتها وأصدقائها في المراتب الأولى. نجحت لوجين بتفوق وتميز، فأهدى لها أبوها في عيد ميلادها العاشر جهاز كمبيوتر. شغفت البنت حبا بهذه الآلة العجيبة، فوضعت كتابها العزيز في أحد رفوف خزانتها، وظلت تلهو بجهازها الغني باللعب والمليء بالصور والجامع للمعلومات. ظلت لوجين تنهل من نوافذ المعرفة، ما طاب لها متصاغرة قيمة كتابها المسكين الذي أسمى رهين سجنه الحصين. وذات مساء كلفت لوجين بالقيام ببحث حول الحيوانات، فأسرعت إلى جهازها المفضل وضغطت على زر الفتح، وإذا بها ترى سوادا على الشاشة الصغيرة. حاولت لوجين إصلاحه ولكن دون جدوى، فالألعاب والصور والمعلومات المبرمجة داخله أصبحت هباء منثورا، لقد حطمتها فيروسات خبيثة. تذكرت لوجين أنيسها الأول، فأسرعت إليه لتنتقي منه صورا ومعلومات، وإذا بها تجده مغبرا وقد نصل لونه واصفرت صفحاته وبدا كخرقة بالية عصفت بها هموم السنين. تأثرت لوجين لما أصاب كتابها النفيس، فأخذته من الرف ونفضت عنه ما علق به من غبار. فعادت بها ذاكرتها إلى الأيام السعيدة التي قضتها معه، وإلى الدور الفعال الذي لعبه كتابها الثمين في بداية مسيرتها التعليمية. أحست البنت بالخجل، فجلست على سريرها وهي تردد في تأثر عميق: لقد كنت لي معلما ماهرا وطبيبا بارعا وصديقا ناصحا، زودتني بمواعظ وعبر ودروس كالذرر، وأرشدتني إلى طريق الخير. فماذا كان جزاؤك؟ لقد كان مصيرك الهجر ونكران الجميل. وفيما هي غارقة في التفكير، إذ أقبل عليها أبواها وقال لها مبتسمين: كم عمرك اليوم يا لوجين؟ رفعت البنت بصرها وصاحت: اليوم عيد ميلادي، اليوم عيد ميلادي. قبلها أبوها وقبلتها أمها وقال لها: ما نوع الهدية التي تختارينها يا لوجين؟ صمتت البنت ثم صاحت: أريد كتاباً، أريد كتاباً.